مو ظابط يا عمي. ليه مو ظابط؟ يا عمي ما بصير هيك. شو ما بصير هيك؟ أعوذ بالله. بصير مو لألي يا عمي ما بصير. كيف ما لا لا لا؟ مو لألي يا عمي. بلا لمين لك؟ لا يا عمي السيب حطه هون وراح. أنت ليه قاعد هون؟ بدي بيع الموتوسيكل عم بستنى الزلمة الساعة 12 بدي أجيب أغراض لبلادي علي. أنت كنت قاعد هون، حبينا نعطيك شجرة. إي نعم نعم. وفي عليها شجرة مصاري. الزلمة خايف انه هو اللي لقلك. هيدي لقلك. فيك تاخدهم بليز؟ اذا ما في شيء والله متضايق. اذا ما في شيء بتحب تساعدوني؟ ايه والله العظيم بدي بيع موتوسيكل وحياة الله. حبيبي ما عم نساعدك نحنا. نحنا عم نفاجئك بس. الله يطول عمرك. خليكم شباب. تقبل المفاجأة منا؟ الله يكثر خيركم اذا سعيد. يلا منيح خلينا نقطع. الله يخليك. بس افهم مزبوط انت كنت جاي تبيع الموتور؟ ايه والله يا عمي. ايه والله العظيم. لا تجيب هدايا لاولادك؟ لتجيب اغراض لاولادي. ايه والله العظيم. رح تبيع الموتو تبعيتك اليوم؟ لا والله خلص الله شي بجيب شي رمزي مثل ما قلت انت والحمد لله رب العالمين. مرحبا هيا لك. قال لك هاي لك؟ ايه قال لي هاي لك. هاي لك هلا لك؟ مش عارف سكة غير ما يجي هو يتأجل. وين هو؟ راح من هناك. وينك؟ نحن سوا نحن مع بعض. مع بعض. ايه خلينا اياكم يا رب. بس عندي شرط لك. بدك تزرع هالشجرة. زرع عندي ارض. انت شوفير تاكسي؟ ايه. وين رايح اليوم؟ والله بعد ما رحت المزرعه. تعال اليوم ما في شغل. اليوم خلص الله عوض. لا لك شو انا رح اجيب لك شجره غيرها مع في مليون ليره بقلبها. قال لك لا تعمل ضرب فيه للزلمه. شو ها؟ هيدي الشجرة لألك بس في شرط. بدك تزرعها. بدك وعدك. اوكي؟ بدك وتهتم فيها؟ فرحان حبيبي نحن مبسوطين فيك. هاي الأشياء اللحظات الحلوة بحياة الإنسان. لما في بشوف ناس عم تعمل شيء حلو بالحياة وشيء له قيمة. إذا بتعرف تحزر هاي شجرة شو؟ نعطيك إياها. ما سيحتي مالها؟ ليمون، قوافة أو شجرة مصاري؟ قوافة. كل مصاري. عم أهلك فيك مصاري. مصاري؟ طيب فيك تاخذها بس بدك تزرعها. بس بدك تزرع لنا إياها.